السلام عليكم everyone, I hope that you're faring well. لو حضرتك طالب ناوي انك تمتحن الاكت سواء عشان عايز تسافر بره مصر او عايز تاخده جوه مصر, فانت بتقابلك مشكلة في موضوع الوقت. الوقت في الاكت يا دوب قليل جدا, يا دوب على قد الكويستشنز, فلازم انك انت تتدرب مع تيتشر يعرف ان هو يعلمك التريكس اللي تساعدك انك تعرف تختصر الوقت as much as possible. يساعدك جدا في سكشن زي سكشن الريدنج مثلا, ازاي تعرف تحل الكويستشنز في وقت قليل. سكشن ريدنج نص ساعة بس, فازاي تلحق تحل في وقت زي ده محتاج تريكس قوية جدا. نفس الكلام طبعا في الرايتنج, 75 questions in 45 minutes, محتاج تعرف وتتدرب كتير جدا على اولا ازاي تحل في وقت قليل, تاني حاجة لو عندك اي mistakes او اي درس انت مش فاهمه كويس حد مستعد ان هو يشرحه لك كويس. وطبعا طبعا طبعا محتاج as much as possible انك تتدرب وتحل كتير. عشان كده عملنا لكم الاكت سولفينج كورس. الكورس ده يا شباب لاي حد عايز يخش الترايل سواء بتاعت اكتوبر او الترايل اللي بعدها ان شاء الله. احنا باذن الله هنبدا الاسبوع الجاي, اللي حابب ان هو يكونتاكت اس يا ريت يبعت لنا رساله على الواتساب. الكورس ده هيبقى يا شباب هيكون كورس كوندنسد جدا, مكثف جدا, حل امتحانات اكت من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع علشان as much as possible نشتغل 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 لحد ما نوصل ان شاء الله. مستنيين ايه؟ هتسيب لكم الواتساب عشان اي حد حابب ان هو يمتحن اكت ان شاء الله. نشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.